إلى أمام بوابة هذا المصرف الوحيد في مدينة طولدها، يتوافد عشرات المواطنين من مختلف مناطق مديريتي المقاطر وطول الباحة في محافظة لحج للاستضافة في هذا الطابور الطويل ليستفيدوا من مساعدات برنامج الغذاء العالمي بعد تبديل المساعدات الغذائية بنقدية. طبعا أهم المعضلات التي تواجه المستلمين والمواطنين في هذا الأمر هي التزاحم أو حصر الحوالات في موقع محدد. هذا هو من سبب الأثر والتعب والضرر والمواساة للناس التعبانين. شكلت خطوة تحويل المساعدات الغذائية إلى نقدية صعوبة في الحصول عليها من قبل المستفيدين نظرا لتزاحم المواطنين عند نقاط تسليم الحوالات المخصصة بنقطتين فقط وارتفاع تكاليف أجور المواصلات وأعباء التنقل، كما أن رداءة خدمة الإنترنت ساهمت هي الأخرى في عدم الإسراع بإجراءات عملية تسليم الحوالات لأصحابها ما يتسبب بتأخير حوالاتهم لأيام. كانت تجي للمحلات يعني بيسموها اسم قرادة وحولوها إلى يعني مصارف تجي تقسلها 4 أيام وخمس أيام وتصرفها في الخطوط بسبب الإيجارات حق السيارات وتقيس 4 أيام مرضوح. من ناحية حق الغذاء بصراحة الغذاء كان مفضل وأحسن لأنه يصل للمواطن إلى المنزل حقه. نطالب برنامج الغذاء العالمي التوسع في عدد نقاط الصرافة لتكون أقرب أماكن إلى المستفيدين بدل من يقطعوا مسافات طويلة. كما نطالب الجهة المنفذة بتوفير السيولة للمستفيد حتى لا يظل يتكرر أكثر من مرة على مركز الصرافة ولا يجد السيولة. توسيع نقاط تسليم الحوالات في مناطق المديريتين دون حصرها في مكان واحد أو إعادة إيصال المساعدات الغذائية إلى المناطق المستفيدة كما كانت سابقا مطالب وحلول بنظر المستفيدين هؤلاء، وذلك للتخفيف عنهم من عذابات الانتظار ومشقة السفر إلى هنا، خصوصا وأنهم بأمس الحاجة للكثير من المساعدات والنظر في وضعهم المعيشي المعقد. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لحج.